صراحة منظر زوين، دايرين لهم بلاصة فين يشوي والبلاصة فين يجلسوا العائلات. هنا فين يجلسوا العائلات، كاين حتى الحمام الفوق راه فوق. هنا فين كيشوي، هذا بغيتي دير العافية فين تشوي، فين تغسل الكوزينة صغيرة مدرقة. الناس كيفاش كتفكر، هنا لا بغيتي تشوي لا بغيتي تقطع اللحام ولا دير شي مجمر. أتمنى هذا الفيديو يعجبكم. تروديتيسا، هذه هي تروديتيسا، جمع العائلة مع الأصدقاء للذكر. بالنسبة لي اللي بغى يدير كامبينغ هنا ولا يخيم، كان شحال هذه كانوا كيخليهم، دابا ما بقاوش كيخليهم يشوي يخيموا هنايا. تجي تقضي الوقت ديالك وتمشي بحالك، شحال هادي كان. واه انا وليت وجدي كاع، واه تحيه الوجاده. الماء كان واحد التعايش ما بين الاديان، ما بين المسيح والمسلمين كما كتشوفوا. كانوا يعيشون خاوة خاوة ما في تلعبوا الدراري الصغار. واحد من الكروزة ما عرف شنو تيبيع، اللي كتشوفو راه ما عرف شنو تيبيع، يكون كيبيع العصير. فرابي يعني قهوة باردة، قهوة يونانية. مساحة كبيرة وزوينة، وعرفوا كيفاش يستغلوا هذه المساحة هذه ونقية. هذه المنطقة دي كتفكرني في إفران، في موزار، في المناطق ديال المغرب، المناطق الجميلة. هاد البلاصة دي سميتها تروديتيسا، تروديتيسا ماشي تيسا حيا هنا. تحية تحية تيسا وتاونات وفاس وكاع المناطق في المغرب، المملكة المغربية.
وفي ما مشيتي كاين فين تلوح الزبل؟ فين ما مشيتي بعد كاين الفوق، كانوا كيخيموا الفوق في ديك البلاصه اللي كتشوفوا فيها الكراسه. دابا منعوهم، ممنوع منع الكليه. هنا عاوتاني كوزينة فين طيب ليها فين تشوي، إلا ما كاش عندك المجمر كتشوي في هاد بحال ساريج، راه هي هاتي بالكم. فين يلعبوا الوليدات؟ كاينة بارك هنايا، وكاين واحد الوحدة أخرى راها ليها بعيدة عليا. عجبني بزاف هاد المنظر، هذا الانسان ما يسخاش من هاد البلاصة. كان واللي عجبتني اليوم الكراسة بزاف، بالنسبة اللي بغى يتخلوى شي شوية ويجلس بحال هكا ويقرا شي كتاب ولا يتهاود ولا ياكل شي حاجة كيمشي يجلس ليها، كاينين كراسة بزاف. وهنا دايرين الماء لو بغيتي تغسل يدك ولا تغسل المعان، ها الناس فين كيغسلو. كما كتشوفو هنايا كاين الخضورية الطبيعة. اما بالنسبة للمناطق واحدة اخرى في قبرص تقريبا كتبعد على هذه البلاصه هذه بشي 11 12 كيلومتر، كتلقاها ماشي بحال كاع بالخضوريه كما غادي تقول. مثلا نعطي واحد المثال بالمغرب، من فاس مثلا إفران على سبيل المثال، مثلا الفلاحه اللي كاينه في مناطق قريبه لفاس في هذه الوقيته هذه ديال شهر 6، ماشي هي مثلا إفران مازال الخضوريه مازال حتىش منطقه بارده. هاد اللحظة هادي في مناطق أخرى قبرص مثلا على سبيل المثال ليماسول ومناطق اللي قريبة عليها كتعرف السخونية والصهد ودرجة الحرارة كتروح ما بين 26 27. في هاد المنطقة هادي يعني بقياس ديال درجة الحرارة ديالها 17 درجة، كما كيقولوا على قبرص أن كتعرف في نهار واحد أربع فصول في نهار في يوم واحد. كاين البرد في مناطق، كاين الصاد في مناطق، اختلاف الطقس. كما كتشوفوا منظر زوين، نشجع السياحة على هذا البلد هذا صراحة زوين. ومنساوش الشواطئ ديال قبرص زوينة بزاف، والماكلة ديالهم وحلومي وكوبيبكا ومجموعة من الأطباق الشهية جدا. تنتمناكم تزوروا هذا البلد هذا، غادي يعجبكم. الناس ديالهم ظريفين وحتى التعامل ديالهم مزيان وبلادهم مزيانة وكل شيء مزيان. تبارك الله عليكم.
أتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم ونشوفكم في شي فيديو جديد.